كابلات الإنترنت البحرية مسؤولة عن نقل 95% من البيانات حول العالم، فماذا لو تم استهدافها وتعطيلها، خاصة بعد تهديدات روسية بتدميرها؟ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حذر من أن الشبكة الممتدة لحوالي 745 ألف ميل تحت سطح المياه باتت معرضة بالفعل لخطر الاستهداف في وقت لا تحتمي فيه تلك الكابلات بقواعد عسكرية بل شركات أمن خاصة. وبحسب ما يقوله موقع بزنس إنسايدر الأمريكي، فإن روسيا هي أبرز تهديد لتلك الشبكة الحساسة، والغرب بطيء جدا في التحرك نحو تلك القضية بحسب وصف الصحيفة الأمريكية، التي قالت أيضا إن دول الناتو ليست مستعدة ولا تمتلك الخطة البديلة حال انقطاع الإنترنت بضربة روسية مفاجئة، لا سيما وأن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال في يونيو الماضي إن الكابلات البحرية التي تتيح الاتصالات العالمية أصبحت هدفا مشروعا لروسيا بحسب وصفه. لكن ما الذي سيحدث وقتها إذا دمرت هذه الشبكة التي تعد بمثابة العمود الفقري لتواصل العالم؟ وفق حلف الناتو فإنه فور استهداف الشبكة العنكبوتية سيتم مسح مساحات واسعة من خدمات الإنترنت التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الغربية، بما في ذلك المكالمات والمعاملات المالية والبث المباشر، وهو ما أكدته بالضبط دراسة بريطانية قالت إن تلك الكابلات هي نقطة الضعف الأكبر التي تهدد دول أوروبا والعالم.